بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليمدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر لا إله إلا الله والله.